كانت العاصمة مساء أمس ندوة سياسية حول الحوار الوطني وآفاق المستقبل بمشاركة أكاديميين وسياسيين، حيث تناولت المحور الأول الدكتورة ألفت الدبعي تحت عنوان الصواب والخطأ في الحوار الوطني. كما جاء المحور الثاني تحت عنوان ضمانات نجاح الحوار الوطني للعميد عبد الله الناخبي الأمين العام للحراك الجنوبي، فيما تحدث عضو مؤتمر الحوار فهد سليم عن ضرورة الحوار وواجباته. وناقش الكاتب الصحفي منير الموري في محوره آفاق ومخرجات الحوار. هناك مجموعة من السلبيات للأسف الشديد لم تمهد لهذا الحوار، والذي أنا في تصوري أنه سوف يعيق مسار الحوار بشكل يعني أنا في تصوري أن هذا الحوار سوف يصل إلى عقد معينة. سنحتاج عندما نصل إلى هذه العقد للناس الوطنيين الشرفاء الذين يفككوا هذه العقد. الحوار الوطني واحد من ثمرة نضال جهودكم في الميدان. ما وصلنا إلى هذه النقطة وإلى مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد التضحيات والنضال الذي عقدتم العزم عليه، ومعكم الملايين من جماهير اليمن شمالا وجنوبا. الخطورة هي من التيار الانفصالي لدينا هنا في صنعاء في الشمال، من بقايا النظام السابق الذين يريدون أن ينتقمون منا ويكايدون، لأنهم لا يهمهم الوحدة وهم مارسوا الانفصال في أبشع صوره وأوصلونا إلى هذه المرحلة التي نحن نريد أن نعالجها. هناك بعض الأطراف التي تسعى لوضع عرقلة أمام الحوار نكاية بأطراف أخرى وتفريغا لشحنات في الجانب السياسي. كما أكد الكاتب الصحفي منير الموري أن أجواء الحوار الوطني تبشر بخير في ظل جلوس الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة. وقال الموري في تصريح لقناة سهيل بأن القبول بالرأي الآخر والسماع له حتى وإن كان السقف عاليا من واجب الحوار، مشيرا إن اليمن القادم قابل للتنوع والاختلاف. الجو العام مشجع من حيث اللقاءات الشخصية والجانبية ومعرفة الخصوم لبعضهم والسماع لوجهة نظرهم، والقبول بالرأي الآخر سماعه، على الأقل نبدأ بالسماع مهما كان السقف عاليا ومهما كانت المطالب حادة، لكن يجب أن نستمع لبعضنا، لأن اليمن القادم نريده أن يكون قابلا للتنوع والاختلاف وبأسلوب حضاري. تمكنت مروحية عسكرية